السلام عليكم، انا نورة من طنجة. تعرفت على واحد السيد قال لي باش نتزوجوا انا وياه، هو عنده المرأة الأولية. قلت لي واخا منطقت به، بان لي راجل معقول راجل بعقلو تيبان ولد الناس. قلت انا طقت به، قلت نستر راسي مع الدا. قال لي انا مزوج وعندي المرأة الثانية، داني على المرأة الأولية، رحبت بيا دخلتني، قالت لي يزيد المرأة الثانية يزيد اللهم تينا درويشة، فهمتي، رحبوا بيا دخلوني. قلت انا صافي، قلت انا نستر راسي، قلت ماشي مشكله نستر راسي واخا راجل مجوج ملا يقد بينا بجوج نتزوج نستر راسي. بقيت معاهم تقت بهم، داز شي عام هيداك تقلبوا عليا بجوج، حملت بواحد بنيته التويمات الاولين ديالي تقلبوا عليا بجوج. بقيت لي تنقول له ملي كانت صداق تينوضي تدابز معايا وهي وياها، تقلبوا عليا بجوج. من بعد بقيت صابره بهذاك الحمل، صابره كنعاني ولدت التويمات ديالي، وبقيت صابره عليهم، ما عارفه لا فين نمشي ولا فين نجي، ما عارفه اش نقول. انا نمشي نخرج انا بناتي للشارع نشردهم، توقع لنا شي مشكله اكبر من هذه. بقيت صابره على ولادي، حملت بالبنيته الثانيه، انا ما كنخرج ما كندرج ما كنقدرش نخرج، مجدود عليا تقول نهرب نهرب، عندك نهرب نمشي للشارع، قال لي شي مصيبه اكبر من هذه لبناتي وليلي. بقيت صابره ولدت بنيته الثانيه، عاود جا العائل الثالث، وانا صابره في العام وفي المشاكل ومجدود عليا ما كنخرج ما كندرج، وتيضربني وكيدلني وكيجوعني وكيشد عليا وكامل فيا اللي بغا، وانا ما عندي لا حنين لا رحيم، ما كاين اسي والله تعالى. عيط صابره عيط صابره عيط صابره للذل والجوع والعقاره واللحفه والعراه، وهي في الارض كالناس حسبي الله ونعم الوكيل فيه. تقهرت، تيضرب لي العائل عنده عام ونص، زولوا لي مرتعه وكيضربوا بلا رحمه بلا شفقه وكيجروا في الدروج. ضربني هاد المره هادي، وضربني وضرب لي العائل وخليته جارو في الدروج، وخرجت باش نجيب له البوليس، ومشيت عند البوليس دائره العوامه، قالوا لي تمشي تعمل شكايه للوكيل. كانت السبت، كان نهار السبت، وبقيت صابره حتى نهار اثنين، عملت شكايه للوكيل الملك الاولى وعملت الثانيه وعملت الثالثه، وما كاينه حتى شي حاجه. مره مشيت لجمعية الكرامة فيون ما ياخذوا لي الحق ديالي، مشى عندهم وحرضوا عليا. ملي مشيت لعندهم جبرتهم، جا عندهم وحرضوا عليا، يعني ما خلاليش حتى شي حق حتى شي حاجة، فهمتي، وقف ضدي تهمني بالفاسد، فهمتي، تهمني تتهمني بالفاسد، يخلو ما ديكاش مكانها في الزنقة، ما نعطيهاش ولادي. أنا ولادي محرومة منه، محرومة شهر ونص وأنا محرومة من ولادي. أنا الحماق ولا نطحر على ولادي، الله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ فيه الحق، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ما عملش معايا مرة، ما عمل معايا حتى شي حاجة، كيأذيني وكيضربني وكيتعدى عليا بأي طريقة، بالجوع بالحفا بالدل بالإهانة بأي حاجة بأي طريقة. تضربني تبقى دمي في الأرض، تبقى الدم ديالي في الأرض، ماشي كيضربني وصافي، كيضربني تبقى الدم ديالي في الأرض. تخرج باش تجيب له البوليس، خليته كيضرب لي بني، زولوا لي مرتع وكيقول لي هذا الحلف ما طردتوش، العيل باقي صغير، زولوا لي مرتع وكيجروا من شعره وكيضربوا بلاش رحمه بلا شفقه. شكون؟ عنده شي كثر من 50 سنه. صافي انا دابا عايف باب المسجد، انا تنطلب من خوتي المغاربه من المحسنين من الناس، من خوتي المغاربه الله يجازيهم بخير، اللي بغى يعمل شي خير بغى يعاوني وقف معايا، هاني المراه ديالي في الشاشه الله يجازيكم بخير. انا في الزنقه، انا خصني ولادي، انا محرومه من ولادي، هو كيقول لهم هذا كاينش مكان ما نعطيهاش حيت ما عندي لا سكنه لا حتى شي حاجه، ما نعطيهاش ولادي، انا ولادي محرومه منهم، الله يجازيكم بخير، وقفوا معايا لوجه الله، الله يجازيكم بخير اخوتي المغاربه، عاملوني اختكم الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، ما عنديش سوى الله انتم، الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين. هو دابا كيحلف فيا الا شبر لي عيقتني او لي قطع لي رجلين ديالي خليه مكحوشه في الارض. عاونوني الله يجازيكم بخير، وقفوا معايا بشي محامي بشي حاجه، خصني ولادي ما عنديش فين نسكن، الله يجازيكم بخير عاونوني. شكرا قناه شوف تي في، الله يرحم الوالدين.
Thank you.